بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد رسول الله. إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض تقييم الأسبوع الأول للدراسات الاجتماعية الصف الخامس الابتدائي. وكنا في فيديو تاني كنا حلينا مع بعض الواجب الأسبوعي وكمان الأداء الصفي أو أسئلة الفصل اللي احنا بنقول عليها الأداء الصفي. طبعا التقييم الأسبوعي هنحله اللي هو الأسبوع الأول، هنحل سؤال سؤال. نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال: حدد أوجه التشابه بين خطوط الطول ودوائر العرض. حدد أوجه التشابه بين خطوط الطول ودوائر العرض. إيه الشبه ما بين خطوط الطول ودوائر العرض؟ الشبه ما بينهم إن الاتنين بيحددوا مواقع البلدان، يبقى تحديد مواقع البلدان. بس خطوط الطول بتحدد مواقع البلدان شرق وغرب، ودوائر العرض بتحدد مواقع البلدان شمال وجنوب. يبقى الإجابة اللي أنا هقولها تحديد مواقع البلدان، ده هو التشابه. وممكن في شبه تاني، إن احنا ممكن نقول إن خطوط الطول ودوائر العرض هو الموقع الفلكي. خطوط الطول ودوائر العرض الاتنين موقع فلكي، تمام؟ طب نيجي عند رقم اتنين، ما المقصود بالموقع الفلكي؟ الموقع الفلكي هو الموقع بالنسبة لدوائر العرض وخطوط الطول. الموقع الفلكي هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. طب نشوف بعد كده ماذا يحدث إذا لم يقم العلماء برسم خطوط الطول ودوائر العرض. إيه اللي هيحدث؟ طبعا السؤال ده في الخيال، يعني دايما سؤال ماذا يحدث هو سؤال خيالي شوية. فبيقول لي هنا في رقم 3: ماذا يحدث إذا لم يقم العلماء برسم خطوط طول ودوائر العرض؟ طيب لو العلماء ما كانوش رسموا خطوط الطول ودوائر العرض، طبعا لم يتم دراسة الأرض بسهولة، لأن العلماء أساسا رسموا خطوط الطول ودوائر العرض عشان يقدروا يدرسوا كل جزء من الأرض بس بسهولة، يعني كل جزء لوحده، يعني يقسموا الأرض لأجزاء عن طريق خطوط الطول ودوائر العرض. يبقى لو ما كانوش رسموا العلماء خطوط الطول ودوائر العرض، لم يتم دراسة الأرض بسهولة. رقم 4: اكتب نتيجة واحدة ترتبت على الموقع الجغرافي لمصر. يعني ما النتيجة المترتبة على الموقع الجغرافي لمصر؟ في نتيجة بتقول سهولة اتصال مصر بالعالم الخارجي تجاريا وحضاريا. يبقى سهولة اتصال مصر بالعالم الخارجي تجاريا وحضاريا، كما ساعد موقع مصر المتميز على قيام واحدة من أقدم الحضارات. لأن خلي بالنا إن الموقع الجغرافي كان عامل من عوامل قيام الحضارة المصرية. يبقى ممكن نقول نقطة واحدة، إن الموقع الجغرافي كان عامل من عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة. الموقع الجغرافي، النتيجة المترتبة على الموقع الجغرافي لمصر انه كان عامل من عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة. ندخل بقى على رقم 5. اكتب نتيجة واحدة ترتبت على دوران الارض حول نفسها امام الشمس مرة كل 24 ساعة. دوران الأرض حول نفسها أو حول محورها، ده اللي احنا بنسميها الدورة اليومية للأرض، إن هي بتدور حول نفسها كل 24 ساعة، والدورة من الغرب إلى الشرق. لذلك بنجد إن الشمس تشرق من الشرق وتغرب من الغرب. يبقى هنا النتيجة اللي أنا بشوفه كل يوم، أنا بشوف الليل والنهار، نتيجة الدورة اليومية. يبقى النتيجة المترتبة على دوران الأرض حول نفسها ظاهرة الليل والنهار. الليل والنهار حاجة تانية، ظاهرة الشروق والغروب. يبقى أنا كده عندي 2 نتائج لدوران الأرض حول نفسها أمام الشمس: ظاهرة الليل والنهار وظاهرة الشروق والغروب. بكده يكون خلصنا المجموعة الأولى، لأن الامتحان أو التقييم الأسبوعي بيبقى 3 مجموعات، الفصل بيتقسم على 3 مجموعات. فإحنا كده خدنا المجموعة الأولى. نشوف المجموعة التانية ونبدأ في أول سؤال في المجموعة التانية: حدد أوجه الاختلاف بين خطوط الطول ودوائر العرض. في المجموعة الأولى جاب لي أوجه التشابه، وقلنا الاتنين بيحددوا مواقع البلاد.
طيب والاتنين تبع للموقع الفلكي. طيب لكن الاختلاف بقى بين خطوط الطول ودوائر العرض، يبقى احدد اهمية كل واحدة منهم. مثلا ممكن اقول التعريف او اقول الاهمية، كل ده اختلاف. يعني خطوط الطول هنا اهميتها معرفة الزمن او التوقيت. طب ودوائر العرض؟ دوائر العرض معرفة المناخ او تقسيم العالم الى مناطق حرارية. يبقى انا كده اخترت نقطتين سهلين، لان الاختلافات كتير، فانا اقول هنا الاختلاف بالنسبة لخطوط الطول معرفة الزمن، ودوائر العرض معرفة المناخ. طيب اتنين، ما المقصود بالموقع الجغرافي؟ الموقع الجغرافي هو دايما الموقع الجغرافي بيحكي عن اليابس والمية اللي بيطل عليها البلاد والدول. يعني انا ما اقول عايز اعرف الموقع الجغرافي لمصر، ابتدي مصر بقى اشوف ايه اللي بتطل عليها، سواء الاراضي اللي على حدودها او البحار اللي على حدودها. اللي على حدودها مثلا من الغرب ليبيا، من الجنوب السودان، ده اراضي يابس. طب وبالنسبة من الشمال؟ من الشمال على حدودها هنا عندي البحر المتوسط، ومن الشرق البحر الاحمر. يبقى هنا المقصود بالموقع الجغرافي هو ايه؟ الموقع بالنسبة لليابس والماء. الموقع بالنسبة لايه؟ لليابس والماء. بعد كده رقم 3، ما العلاقة بين الزراعة والموقع الجغرافي؟ ما العلاقة بين الزراعة وإيه والموقع الجغرافي؟ إزاي إن في علاقة بين الزراعة والموقع الجغرافي؟ طبعا مثلا ممكن نقول حاجة معينة، إن مثلا الزراعة عشان يكون عندي زراعة لازم يكون عندي نهر النيل. طب ونهر النيل ما هو موقع جغرافي، يعني لما باجي أدرس موقع جغرافي لدولة بقول الأنهار الموجودة. يبقى هنقول حيث إن قيام الزراعة تقوم على نهر النيل، ونهر النيل بيكون موقع جغرافي، ونهر النيل من الموقع ايه؟ الجغرافي. تمام. طيب كمان في حاجة يا ولاد، ان المنتجات الزراعية لما بصدرها لدولة اخرى على حسب الموقع الجغرافي. يعني احنا عارفين المنتجات الزراعية يا حلوين ان هي ما بتقعدش كتير، عشان كده احنا دايما الحاجات الفاكهة والمحاصيل الزراعية بنحطها فين؟ في التلاجة. طيب دلوقتي انا حطيتها في التلاجة يعني بتبوظ بسرعة، يبقى انا لو انا ببيعها لازم ابيعها بسرعة، ولو ببيعها في حتة بعيدة وحتة قريبة لا، انا المفروض ابيع في الاماكن القريبة الاول قبل ما الحاجة بتاعتي تبوظ، عشان التجارة بتاعتي ما تخسرش. يبقى العلاقة هنا بين الزراعة والموقع الجغرافي، خاصة كمان يا ولاد بالتوريدات، ان مصر هنا موقعها الجغرافي المتميز خلاها تصدر المحاصيل الزراعية للمناطق القريبة، للمناطق والدول القريبة منها. مناطق ودول قريبة مثلا في المناطق الشرقية من ناحية الشرق ومن ناحية الشمال. يبقى هنقول السؤال ده تاني، ما العلاقة بين الزراعة والموقع الجغرافي؟ حيث ان الموقع الجغرافي ساعد مصر على سهولة تصدير المواد الزراعية او المحاصيل الزراعية للاماكن القريبة منها. تمام. دي نقطة، في كذا نقطة بس خلينا في النقطة دي. تمام. طيب بعد كده رقم 4، فسر أهمية دوائر العرض في حياتنا. بما تفسر إن دوائر العرض لها أهمية؟ يبقى أنا كده هشوف أهمية دوائر العرض. أهمية دوائر العرض رقم 1، تقسيم العالم إلى مناطق حرارية، تقسيم العالم إلى مناطق حرارية. ورقم اتنين معرفة مواقع البلدان شمال وجنوب. أنا عندي 2 لأهمية دوائر العرض، إن أنا بعرف المناخ، معرفة المناخ أو تقسيم العالم إلى مناطق حرارية، ورقم 2 معرفة مواقع البلدان شمال وجنوب. يعني أعرف البلاد اللي بتقع شمال والبلاد اللي بتقع جنوب، زي مصر لما أقول مصر بتقع شمال شرق قارة أفريقيا. شمال دي عرفتها عن طريق دائرة العرض، لأن مصر كده في منتصف النصف الكرة الشمالي، دائرة عرض شمال. طيب والشرق عرفته عن طريق برضو خطوط الطول، لأن خطوط الطول هي اللي مهتمة وخاصة بالشرق والغرب. رقم 5، اكتب نتيجة واحدة ترتبت على، يعني زي ما النتيجة المترتبة على الموقع الفلكي لمصر. ما النتيجة المترتبة على الموقع الفلكي لمصر؟ الموقع الفلكي هنا المقصود دوائر العرض، ودوائر العرض خاصة بالمناخ. احنا عارفين ان هي اهميتها معرفة المناخ. اذا هنا النتيجة المترتبة على موقع الفلكي لمصر، لان مصر تقع بين دائرة عرض 22 و31 شمال دائرة الاستواء، هنا هنقول وقوع معظم الاراضي المصرية في الاقليم الصحراوي الحار، والاراضي الشمالية على سواحل البحر المتوسط.
يعني انا عندي المنطقه اللي فيها اسكندريه والساحل الشمالي ومرسى مطروح دي كلها اقليم مناخي ايه البحر المتوسط، ولكن معظم مصر موجوده في الاقليم المناخي الصحراوي الحار. يبقى النتيجه المترتبه على الموقع الفلكي لمصر ان شمال مصر يقع في الاقليم او على سواحل البحر المتوسط اللي هو اقليم البحر المتوسط، وان معظم مصر يقع في الاقليم الصحراوي الحار. طب بكده يكون خلصنا المجموعه الثانيه، ندخل بقى على المجموعه الثالثه اخر مجموعه في التقييم الاسبوع الاول. عند رقم واحد، عند زراعتك لمحصول معين ايهم لهم تاثير اكبر على المناخ، دوائر العرض ام خطوط الطول ولماذا؟ طبعا اللي ليه تاثير على المناخ اللي هو اهميته هو بيؤثر على المناخ اللي هو ايه دوائر العرض. طيب دوائر العرض احنا قلنا اهميتها ايه؟ تقسيم العالم الى مناطق حراريه هي المسؤوله عن الكلام ده. ولماذا بقى؟ لان طبعا الشمس بتبقى عموديه على الدائره الرئيسيه، دائره ايه؟ الاستواء. يبقى زراعتك لمحصول معين ايه اللي ليه تاثير اكبر على المناخ، دوائر العرض ام خطوط الطول؟ هنقول دوائر العرض. ليه دوائر العرض؟ لان الدائره الرئيسيه بتكون الشمس عموديه عليها، الشمس هي مصدر الحراره طبعا، وبالتالي انا كده انا هعرف عن طريق دوائر العرض او دائره الاستواء الرئيسيه المناطق دي هتكون حر او برد، وبالتالي ايه المنتجات اللي انا هزرعها فيها. طيب ما المقصود بدوائر العرض؟ يعني ايه دوائر العرض كمفهوم؟ دوائر العرض طبعا وخطوط الطول هي كلها رسومات العلماء رسموها، وهي رسومات وهميه طبعا، والغرض منها ان انا بسهل دراسه الارض للعلماء، يعني لعلماء الجغرافيا. طب ايه برضو المقصود بدوائر العرض؟ دوائر العرض هو قال لي دوائر، يبقى هي دوائر، يبقى دوائر العرض دوائر، دوائر ايه؟ وهميه، وهميه يعني مش حقيقيه. طيب افقيه، دوائر وهميه ايه؟ افقيه. يبقى المقصود بدوائر العرض دوائر وهميه افقيه، افقيه دي يعني بالعرض، عشان كده بسميها دوائر العرض، تحيط بالكره الارضيه في كل يعني الكره الارضيه. يبقى دوائر العرض هي دوائر وهميه افقيه تحيط بالكره ايه الارضيه. رقم 3، اكتب نتيجه واحده ترتبت على، يعني ما النتيجه المترتبه على افتتاح قناه السويس للملاحه؟ طبعا قناه السويس افتتاحها مهم جدا. طب عملت لي ايه؟ ساعدت مصر على اتصالها بدول العالم تجاريا وحضاريا. يبقى ساعدت مصر على اتصالها بدول العالم تجاريا وايه وحضاريا. ساعدت مصر باتصالها بدول العالم تجاريا وحضاريا. تمام. طيب بعد كده يا شباب رقم 4، ما العلاقة بين مصر وقارات العالم القديم؟ ايه العلاقة بين مصر وقارات العالم القديم؟ في علاقة ما بينهم، ان مصر دولة من قارة افريقيا، وان قارة افريقيا هي نفسها من قارات العالم القديم. يبقى الاجابة هنقول حيث مصر دولة افريقية وان افريقيا من قارات العالم القديم، فكده طبعا في علاقة ما بينهم. طيب 5، اكتب عن اهمية موقع مصر اللي هو وطني بالنسبة للعالم. أهمية موقع مصر، طبعا موقع مصر متميز جدا بالنسبة للعالم. طب أهمية موقع مصر بالنسبة للعالم إيه؟ ساعد موقع مصر الجغرافي المتميز على سهولة اتصاله بدول العالم تجاريا وحضاريا. هنقول حيث ساعد موقع مصر الجغرافي المتميز على سهولة اتصاله بدول العالم تجاريا وحضاريا. بكده يكون احنا خلصنا التقييم الأسبوع الأول للصف الخامس الابتدائي، وكنا في فيديو قبل كده للناس اللي ما شافتهوش حلينا الواجب للأسبوع الأول، وكمان أسئلة الفصل للأسبوع الأول. يا رب تكونوا استفدتم النهاردة من الامتحان أو من الدرس، ونشوفكم على خير، ونتمنى لكم النجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.